السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن، جايب لكم اليوم لعبة وور هامر 3. راح نلعبها عن طريق البثل اليوم. ابي اشوف ميرور اوف مادنس، توهم منزلينه، تابع حق شركة انتل الظاهر مشتركين وياهم. المشكلة ان انا مو انتل اصلا، فجهازي يعني مو جهاز انتل. النظام انك راح تلعب في واحد من الليجن اوف كايوس، راح تلعب بديمن لورد. تقدر تختار 5 كامبينات، كل واحد فيهم له تشكيلة مختلفة. انا بلعب بالاول واحد بلاك فاير باس، ابي اجربه اول مرة اشوفه، ما ادري شنو، بس الهاي سكور عندي 0، اتحدى احد يجيب اعلى مني. فنضغط على ستارت باتل ونجرب. اللي عنده سكور اعلى ابي يكتب لي في الديسكورد، حط لي صوره هذا سكوري في اللعبه. هذه معركه، انا توقعت نفس نظام تري كينجدومز، يعني توقف ويجونك ويفات وتذبحهم واحد واحد. بس الظاهر ان عندي جيش. اعطاك سالفه بعد، طبعا حاطينها كذي. عندنا باورفول ابيلتي، يقول راح تموتون انتم، بس ايش كثر راح تطولون يعني. يلا خلينا نشوف ايش كثر نذبح. عندنا ستارت باتل هنا، العلامه هذه شنو تسوي؟ شارد اوف زينتك شنو تسوي؟ افكت اول الايز ان رينج يونت از ا هيرو. اوكي، تعطي ميزة حق القائد Forbidden Knowledge which are used to upgrade army abilities. تقدر تطور مهاراتك عن طريق Forbidden Knowledge الموجودة هنا. قائدنا لبلا 25، عنده هذه Golden Globe حلوة، Gaze of Fate ينقص القائد واحد، ظاهر تقدر تنقص منه. وعنده هنا الحركات، عنده Spell, Breath، هذه Vortex وهذه Vortex، حلو. Infernal Gateway حلوة، لكن هذه ممتازة. زين شنو عندنا؟ عندنا انفيتبل فيث ويتم بالسف بلو فليم. زين شلون نقدر نطور؟ شنو الميزات اللي فوق؟ هذا البرونز اوورد يعطينا اذا جبنا 15000 فوربيدن نولج انكريز بير سكند. اذا حافظنا على الشارد، الشارد وينها؟ العلامه هني، توقعت ان الشارد موجود هني، بس الظاهر انه دام ان القائد داخل الدائره راح يقدر يجيب لنا نقاط. توقع الدائره داخل هني. اوكي، فاللي نبيه احنا هذا شنو؟ المشكلة ما عندي خبرة في الجنود مالتهم هذولا، لكن اللي ندري فيه ان هذا يعتبر من جنيق، فنبي نحطه في الموقع هذا، ونبي نستخدم الميسايل انفنتري فوق ونخلي المشاة تحت. هذول شنو؟ هذول خيالة، عندي اختين خيالة، الخيالة بيهم ورا، نضرب فيهم اي مشاة يطلعونها. اتوقع ان الهجوم راح يجينا من قدام. هذول طائرين، اي فلاينج كافالري، حلو، خياله طائره. هذول راح نستخدمهم انهم يلفون على العدو. هذول كلهم مشاة، المشاة راح نستغلهم اكيد. هذول شنو؟ ميسايل انفنتري بعد، وقفهم فوق بعد قدام. وهذول المشاة اللي عندنا ابيكم تصفون قدام كذي، نبي خط حرب طويل كثر ما تقدرون تطولونه. وانت توقف كذي، وانت ابيك توقف بالجانب هذا، لان اتوقع ان عددهم يقدر يلف علينا. وهذا بعد في واحد مو ناقص، وينه؟ وين مشاتنا الناقصه؟ ما عندي. زين القائد هذا شنو عنده؟ عنده حركات ماجما، جريتر جيت، وجيت اوف زنك. هذا شنو تستدعي يعني؟ حلو، نستدعي جنود، يقدر يستدعي جنود. هني البيرنينج هيد ممتاز، بيرسينج اوكي. راح نستخدم القائد هذا، هذا ممتاز. ممتاز، شنو ميزته؟ هو وزر، وهذا ديمون برنس. ما نقدر نطور هني، هذه العلامة اللي نبيها. هني تقدر تطور حركاتك الموجودة. اوكي، بس تحتاج الليدر شيب هذا اللي يتكلمون عنه، مو الليدر الفوربيدن نولج. اوكي، وهذه شارد سيك. اوكي تمام، عرفنا الحين المعلومات الأساسية في اللعبة. بلش، خلينا نشوف المعركة نفسها. خيالتنا ابيك انت تتقدم، ابيك تلف يسار، ابيك تلف يسار، وانت ابيك تلف يمين. الطائرين ابيكم تروحون بالغابه، مع انه ما اعتقد انكم تقدرون تطيرون، تقدرون تروحون الغابه. انت ابيك ترمي اي شيء، فاير تول. ها الشباب اللي هني ابيكم على جارد مود، احد يطلع جارد مود يمنعهم انهم يطلعون من الموقع مالهم. زين بلشوا رماية ربعنا، حلو، كلهم قاموا يرمون. هذا الكافالري عنده ميسايل؟ لا. اخ هذول اللي راحوا ليش رايحين؟
وقف هني وقف هني، انا قصدي الكافالري سوري. كلكم بابتين ارموا، لان هذول راح يدخلون كذي الجوبلينز. اوه قاعد يطلعون من البوابات وهم لا كذي صعبه صارت. زين انت عندك الفليمنج هيد بيرنج هيد، ابيك تطقها بالطريق هذا. هذه واحده من افضل الميزات في اللعبه عندي انا، لان تقدر دمج دمج عالي. شو هذول جايين عليهم الخيال من يسار والنار جايه بالطقه اليمين. حلو، هذه اتوقع انها راح تذبحهم. خيال ترجعوا مكانكم، وانتم بيكم تصفون خط حرب جنب ربعكم. حلو، انت بيك ترمي. اوه جريمجور ايرون هاد براسه، اذبحوه اذبحوه حبيبي، هذا ما ينقدر. كلكم كلكم عليه. انت بعد بيك تطق له الحركه هذه اللي تطيح الملي اتاك، ضروري تطقه الملي اتاك ضروري تنكسر. حلو، هذول يرمون من يمين. ربعنا ارجعوا خيال، ارجع نزل هذول عليهم. لا هذول خليه يروحون يضربون المسايل، مع انه خطا هذا، بس بلف هذول من يمين. ابيهم يدخلون بس الغابه يريحون شوي، بعدين راح نلفهم من يمين. حلو، انت بيك تضرب لي هذول المنحاشين. قائدنا هذا نبي النار مره ثانيه. حلو حلو ممتاز، ابيها كذي. اتوقع انه راح تلحق على الخط هذا من النقطه هذه. حلو كمل كمل، سيدي 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 بعد. زين قائدنا عنده فورتكس صح؟ عند الفورتكس لا عند الفورتكس هذا اليمين، ابيها هني. لو تضربها هذه راح تكون ممتازه. انت مرمون المسايل، مرمون المسايل وشاتي خيالتي اضرب هذول. انت ارجع لي اضرب لي هذول. حلو جرمجور شلونه؟ للحين عايش. عندك بينج فاير، لا خلنا نستدعي، خلنا نستدعي بالسلاح. طلع لي ناس وراهم. لازم تقرب. طلع لي ناس عجل ورا هذول عشان نخليه منها شلون. هذول راح يستدعونهم. هني في فورتكس ابيك تطقها هني، مع انها مغامره لكن ما عليه. وعندك شنو بعد؟ ماجما، ماجما ايش كبرها؟ والله بعيده الماجما، بس اوكي طقها. انت بيك ترمي لي الدعاء هذول. هذول كارر بويز قاعد يضربوننا بقوه. خيالتي وينهم؟ خيالتي الثانيين تعالوا اضربوا هذول. هذا اعتقد اني اقدر اضربها باي مكان ابي، وهذا تمركزهم هني. لا هذا الاي اوكي، لا نبي نبي دمج. اوكي هكس ما عليه، هكس على ارماتهم. وين تجمع ارماتهم؟ في تجمع هني، في تجمع للفورتكس. هذه اقل الفورتكس بالنص عشان اللي ينحاشون ما يرجعون. هذا الخيال دشوا من يسار، ممتاز. قادتنا مات ملكنا، ذبحها جريمجور. هذي جريمجور المفروض اني ادري يعني جريمجور اللي طاقي، اكيد انك راح تموت. اوكي هذول انسحبوا، بس اعتقد ان اللعبه ان حتى لو ينسحبون اضربهم. انت تذبح لي جريمجور، اهم شيء تذبح لي جريمجور. اضربوا لي هذول انتم، انت تضرب يمين. انفتبل فيث ما ادري شو تسوي هذا، شو تسوي؟ رزمت افكت فريندلي تروبس. اوكي تارجت الاي لورد، لازم نطق على اللورد مالنا. اوكي عجل نضرب هذه عليهم. اهم شيء قائدنا مات بسرعه. هذا طقها طقهم هني. عيالتي حاول انكم تنسحبون. نبي لنا جنود بعد. زين ليدر شيب هني شو نسوي؟ ديابوليك البوت هذه نقدر نطورها ثلاث تطويرات ولا نطق على هذولا بالنص. والله كأنها عفيسة اللعبة.
شنو عندك؟ ليم ستور فورتكس تقليل نيو رانك اتشيف شنو يعني؟ برونز ريوارد زين يعني اطلع جنود زياده؟ لا يكون اقدر اطلع جنود وانا ما ادري هذه المشكله. اخر شيء بلا تقدر تطلع ما طلع هذا خلص في شقها ولا ما في امو؟ كان عبي ريفل كابتشرنج لازم يكون بالنص. تعال في النص تعال عطني بيرنينج هيد كذي ارجع انت بشنو دوم نايتس ارجع انت مرجع خل هذول يمسحون لا في سطلعت هذا فورتكس عليهم لا هذا مو فورتكس شلون فورتكس اقدر تعب ما عليه ما عليه استنى استنى على الاقل تذبح منهم شيء هذا الفورتكس اللي نبي عليهم بس انه ما جاء زين انت شنو عندك ما نقدر نطورها هذه بل عندنا تطويرات نبيك تطق للتجمع هذا اخ هذا جرمجرو براسه ارموليا ارموليا ارمولي كريمتور حاول تطرحه ما قلت لك اقدر تطرحه لكن حاول حاول لورد اوف تشينج نزل لي اي شيء بس خلنا نزل ديفندد زين شلون نقدر ندافع اذا ما عندنا جيش زياده جيبوا لي جيش لورد اوف تشينج هذا الملك ايه هذا يقدر يذبحه اوكي لا ارجع 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 ما عليك جاء الملك جاء الملك هذا يقدر يذبح جرينجور ماشي مشكله هذا فورتكس طق لي على هذا الطريق ايوه هني ربعنا اللي هني دشوا حلوه خوش ضربه هذه مع انه ما ادري ايش سويت فيهم بس انه شكلها خوش ضربه هذه لازم على قائد صديق انت تذبح لي جرمجور ها ستورم شو اسمه اسمه كذا لورد اوف تشينج بس فيت ويفر فيت ويفر تعال تعال بسرعه بسرعه لا تخليه يروح لا تخليه يروح اذبحه سويت اقدر اشيك على البروزر اوكي زين ما نبي ما نبي خلاص وقفت اللعبة ها طقيت وقفت من صدق اللعبة حلو فايزين من هني تقدوا لي هذول الأجل الطائرين وينهم تقدوا لي هذول ذبحت جرمجور لا ما راح ملك اوكي مو موجود الملك ماكو بعد تعال هني مو ماكو بعد ماكو مشكله اوكي تعالوا انتم ساندوا هذول وانتم تقدموا قدام طقوا لهذول وانطق لهذول واضرب اضربوا لهذول ساحرنا فليم ستورم على هذول والله صعبة هذا مهم شيء طالب ردوا جونا ناس جدا الحين يجيك شنو اورك بيجنز شوي يجونك بلاك اوركس كلهم
هذول شنو ربعنا بس. نضرب نضرب الرمال تضرب الرواد بهم. هذول شنو اورك بويز. نذبح هذا نذبح هذا نذبح هذا نغطوا ساحر موانا. هلو ماي ماستر بيتس موف. نبيك تعطيهم نار كذي. لا لا مو كذي مو كذي. لقيت النار كذي. اه خربط. اوكي ما عليه ما عليه. في عندنا فورت بس الفورت يكسب اضربه فوق. روح روح وجودك بس راح يطيح ال هذا ما يضر ربعنا عادي. هذا ما يضر ربعنا بعد صح؟ بلاك اوركس هذول اصلا. زين ما خرب العلامة هذا ما في. عاشق. هذه افكت فريند تروبس اتوقع حيل. تعال هنا من ورا. وين رماد وين مشات مخيلتنا؟ الا صاروا بالنص نسيتهم شوي وراحوا الرياجيل. فهدنا وينك؟ نحاشوا هذول بس انه جاينا جيش مو طبيعي. جاينا جيش مو طبيعي. ساندو ساندو ساندو. غريمغور موجود هنا. ما تفاجئ. طق حركاتك بس طق حركاتك بكل مكان. ما ادري ايش تسوي هذه بس طقها على قاعد. نيوران كاتشيف. ما عندنا جيش زيادة ها؟ أخ الحركات هذه قاعد أنساها. ما أدري ليش قاعد أختار بس كذي. بس أتوقع إن في شغلة بعد نقدر نطقها. بس ما شيكت عليها أنا. إكسابيليتي طقاني. هذه عطهم هني. ربعنا تجمعوا داخل. الجنود كلهم ماتوا. حركات كلها هناك عرفت؟ بس عطهم اصابات. هذا ايش تسوي؟ دمج سترونج فيرسز ماركبل. خلي سترونج. هذه فورتكس. لا هذه لازم على القائد. هذا منه بعد؟ لا قائدنا ما في شده. والله ما في شده. الحاله باقي. طق هذول بخط. طق لك فورتكس. ابي فورتكس هناك. طق على نفسك. بروح كنار الله اكيد. روح لهم. ولو لو لو. شنو الحركه هذه؟ يا ساتر. ولا شنو قويه الحركه هذه؟ يا بلوست فيكتوري بول. كسرنا النقطة 39 نقطة صار. طقهم بحركاتي قبل لا تموت. لو اني داري طقيتها بالبداية. ما بقى لنا الا قائد واحد. يلا قاتلهم قاتلهم. طق نفسك. واخذوا هذا بعد. تعالوا تعالوا ساعدوه.
يقدر ينحاش الحين صح؟ هذول مش مرتفعين. وين جنود خيالتهم؟ بومباردمنت. اتوقع ما تقدر تنفع البومباردمنت اذا كانوا طايرين. اوكي نجرب عليه. تقدر تطقهم انتم هم طايرين؟ والله كنا طقهم. هيل 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 35 ثانية باقي. فورتكس على الخط هذا. سرعة بس عطلهم بس عطلهم. لازم يموت هذا. ها هل عطنا البيرنينج هيد كذي ما حين هاجب هذا. وطق الحركة على نفسك. ثلاثة اثنين واحد شالهم. لا شالهم هو منهاش. شيل 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 بسرعة شيل. كم الليدر شيب؟ ستة. اوكي اوكي لا حكم ما خلصنا. اتوقع 45,000 حق ال حق الهاي سكور صح؟ انت ايش قاعد طالعيني؟ تحركين معاي يا ساتر. الجولد ريورد كم؟ لا يبي لها 50,000. والله قريبين 8,000 لو انه ما انحاش بس لو باقي ليدر شيب شويه بس. حلوه حلوه خوش لعبه هذه. صمدنا 14 دقيقه. اند باتل اند باتل. هذا الحين فتحنا ميزه جديده اتوقع صح؟ فتحنا يد. شنو تعطينا؟ بيرسينج بولتس بارير هيت بوينت 100 و8 ديفنس. فالحين اقدر العب بالميزه هذه. هل فتحت الميزه هذه حق اللعبه الصجيه ولا بس هني؟ خلينا نشوف شباب. 42,000 من اول محاوله. حلوه. نبي اول محاوله لكم. مو تجرب لي 17 مره اخر شيء تجيب لي اياه. نبي على كذي دش على طول وجرب. يلا هذه النقطه اللي بوقف فيها اجل. خلينا نشوف سكوراتكم بالديسكورد. اشكركم على المتابعه ونشوفكم بالفيديوهات القادمه ان شاء الله. انكم استمتعتم بالمعركه هذه السريعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.